أول حديث هنا محاولة للتعب، هيحاول يرفض الخبر فقط، واكب يتك قد ما تكه، دائما يقوص يحر لكن رفع رأسه وزاد، والعكس لو حاول يرفع رأسه عشان ينطلق مواكبتك الصحيحة تخليه يقوس ينوز. هنا خاف من المويه قدامه، يحاول يقوس يحرنش، سويت واكب انتق رفع راسه اغير اتجاه لين يندفع يدخل، اذا ما كفى اغير اتجاه زد عن النزوم ثم احلك بغطل بقعة المويه هذه اللي هنا خايف منها، ما تنزل عن اي جهه طبعا، يبغى يعني الكتف القطعه الحارك اي شيء يحاول ياخذه منك لابد تاخذه منه، انا ملي اعلاني قدر المستطاع بس بيد واحدة عسيف ثم يحاول يحرك مرة ثانية، يحاول يقوس يكن الحرن عن تقوى خليها على رأسه، نحاول أثناء تحريك اللي حاول يكع الموية وقد أركز وقد أدك لأنه قاعد يهدد بدنه، قاعد يرفض بدنه، هذا واحد كما تلاحظ بأمر الله تحكم تام بالأثناء الخبب لين هدب وما فيه معاناة في الرد، وحتى التحريك زي ما قلنا إن خذ وقته في الحركة لأنه ما نجح في القمص انطلاق إلى آخره، لكن المحصلة النهائية إنه بالنهاية لما يهدب ما يسوي اللي يبغاه، فركوب الخطأ ممكن بعض الحالات زي ما ذكرت يهدب أسرع ويخب أسرع في مسار أسرع إلى آخره، لكن لما تهذبه يبغى ياخذ الكتف خذه، تهذبه يبغى يروغ راغ، تهذبه يبغى ينطلق انطلق، فيهذب أسرع بس لقم ما هذب سوى اللي يبغى، هنا قد يهذب أبطأ والمفترض يهذب أبطأ، لكن إذا هذب يهذب زي ما أبغى بالضبط، ما ياخذ مني الأشياء الأساسية، الأشياء الأساسية قصدي السرعة والاتجاه أو بالأحرى السرعة عن طريق الاتجاه. ملي عناني كرقبة خارجية يعني تنزل، لاحظ لو حاول يندفع ويقف وينطلق فقط المواكب تنزل خليه يخفف كما حصل، خفف لأنه حاول يزيد أجمعنا لي يا روح جيس 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 هاي هاي هاي